بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. عدنا إليكم بتطبيق جديد. هذا التطبيق سيسهل كثيرا على أبنائنا تعلم القراءة، أي قراءة الحروف بالنطق السليم وكذلك قراءة كلمات. التطبيق موجود على متجر الألعاب بلاي ستور. نذهب إلى بلاي ستور على الهاتف أو اللوحة الإلكترونية. في منطقة البحث نكتب français apprendre à lire facilement. سنجد هذا التطبيق، أو بطريقة أخرى نكتب هنا زواوي application. سنجد التطبيق هنا، بالإضافة إلى التطبيقات التي قمت بشرحها في المرة السابقة. Français, apprendre à lire facilement. نضغط على أيقونة التطبيق، ثم نضغط على Installer، وننتظر حتى يتم تحميل هذا التطبيق. عند الانتهاء من التحميل نضغط على زر Ouvrir. ستظهر لنا واجهة البرنامج هكذا. لتحميل بقية التطبيقات يمكن الذهاب إلى صفحتي في الفيسبوك. الواجهة هذه هي واجهة التطبيق. ما على الطفل إلا الضغط على إحدى هذه الأزرار أو الحروف A أو E أو E، وتأخذه إلى صفحة أين توجد الألفاظ أو السيلاب. إذا كان الطفل لا يعرف ما هذا الصوت أو ما هذا الحرف يضغط عليه فقط. M plus A c'est ma. Ma na ta da la. وهكذا. إذا أراد الطفل أن يقوم بقراءة بعض الكلمات فيضغط على هذا الزر lecture mot. هنا الطفل يقوم بقراءة كل كلمة لوحده، ثم يضغط على الكلمة هذه الكلمة ليعرف إذا كانت قراءته صحيحة أم لا. بنان. الكلمات جاءت بالألوان ليتمكن الطفل بقراءتها. من مثلا مارميت مارميت، ثم يضغط مارميت، ثم يقوم كذلك ونفس العمل بالنسبة لبقية الكلمات. هناك أزرار للقراءة مباشرة، قراءة الكلمات مباشرة، حرف الـ E، A، O، U، أو الرجوع إلى واجهة البرنامج. إذن كما تلاحظون يستطيع الطفل التعرف على الأصوات، مثلا هذا كذلك. ماي، ناي، تاي. كذلك يستطيع قراءة كلمات. قلنا A E L I I travail travail éventail éventail، ثم يضغط على الكلمة éventail. إذن الطفل يستطيع قراءة الكلمة لوحده، أو محاولة قراءة الكلمة لوحده، ثم يضغط على الكلمة ليعرف إذا كان صحيحا أم لا، قراءته صحيحة أم لا. portail. للرجوع إلى الصفحة الرئيسية، الواجهة، واجهة البرنامج، نضغط هنا، وإذا أردنا الخروج من هنا فنقوم بالضغط على هذا الزر والتنقل بين الصفحات، أو هنا كومونسي لبدء القراءة. أرجو أن ينال إعجاب أبنائنا وأن يفيدهم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.